فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وهذا أيضا وقفة ذكرها علماء التفسير في أدب إبراهيم عليه السلام. ما قال فأينا أحق بالأمن، ما قال فأينا، مع أنه الآن هو وقومه، قال فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قالوا لأن قوله فأينا أحق بالأمن، فأينا فيه تزكير النفس، لكن لما يقول فأي الفريقين كأن هناك فريقين، هذا فريق محق وهذا فريق مبطل، مع أن إبراهيم عليه السلام من كان معه في ذلك الوقت؟ هل كان هنالك مثلا فئة؟ بعض المفسرين يرون أن إبراهيم ما كان آمن معه أحد في ذلك الوقت، ولذلك كان وحده أمة في ذلك الوقت، ما آمن معه أحد. فقوله فأي الفريقين يعني فيه تواضع من إبراهيم عليه السلام لئلا يكون في ذلك تزكير نفسه. هذا إبراهيم أمة عجيب في تواضعه، في أخلاقه، في منطقه، في حجته، في ذكائه، في وضوحه. فأي الفريقين أحق بالأمن؟